أنا ما كنتش بحبها وبقيت أحبها إنها مهنة فنية وعايزة هدوء أعصاب وعايزة هدوء عامة. بنبسط يعني لما ألاقي زبون مبسوط من الشغل اللي عملناه أنا برضو بنبسط. اسمي أشود سركيس بابازيان، صاحب محلات فرانسيس بابازيان. حاليا أنا وأخويا نرسيس بابازيان صحاب المحل. المحل ده اتأسس 1903، جدي كان جه من تركيا وكان أول محل اشترى في المنطقة دي، وطبعا كان محل أصغر والمنطقة كانت منطقة تجارية عالية ومشهورة ونظيفة. بس هو جدي توفى بدري يعني سنة 1948 أظن، فوالدي وإخواته اضطروا يجوا يكملوا في المحل. عمي هاجر أمريكا سنة 35 وعمي التاني راح كندا في الستينات، فوالدي فضل لوحده. وبعدين على بال ما احنا كبرنا أخويا جه الأول في الستينات وأنا جيت في الثمانينات، وهو الحمد لله لحد النهاردة بنكمل. ساعات الحيط الموجودة هنا من سنة 1910 و20 و30، في بعض الساعات من أواخر القرن ال 19، ساعات الأرض الكبيرة جايز عندي ساعة أجيب واحدة واثنين من أوائل القرن العشرين. وأنا بحب الساعات، بحب الحاجات القديمة عامة، ومعظم الزباين صحاب حبايب، مفيش حد بيجي كده وما يجيش تاني خالص. لما ايام الوالد كان في ممثلين وناس مشهوره، لواءات جيش وشرطه، وكان في بعض الضباط الاحرار كانوا صحاب بابا، كانوا بيجوا بيقعدوا معاه جوه. اخر الناس المشهورين اللي كانوا بيجوا المحل وقت انا كنت موجود كان لواء زكي بدر الله يرحمه. دي مهنه بتنقرض عالميا، ومعظم الساعتيه سيان هنا في مصر او في الخارج هتلاقيهم ناس كبار في السن. في طبعا شباب طالعين جوي جديد بيصلحوا ساعات وبينتجوا ساعات وبيشتغلوا في المصانع الكبيره، بس دول معدودين جدا وفنيين جدا. وفي ستات كتيره دلوقتي دخلت في المهنه لسبب واحد بس، ان ايديهم رفيعه وطويله وخفيفه مش محتاجه صوابع كبيره المهنه دي. انا ما كنتش بحبها وبقيت احبها انها مهنه فنيه. هنا انا باجي عشان اريح اعصابي من دوشه البيت، من دوشه الشارع، من دوشه كل حاجه. هنا هدوء